من المعروف للجميع أن الأساس بكل دول العالم لبناء مجتمع سليم حر هو المعلم. التعليم هو الأساس وهو الذي يبني أوطان، ونحن عانينا من قبل بشار الأسد بتحويل مدارسنا من منابر للتعليم إلى سجن لفرض أجندات سياسية وحزبية، ومنع الطلاب وحرية وإبداع من خلال الإملاءات اللي كانت تنوجد عليها. وأثبتت الحياة أنه لا يمكن ننتقل كدولة عصرية ديمقراطية دولة مواطنة إلا بحل سياسي يجمع كل السوريين. وبالتالي من هنا كان للمعلمين دور أساسي بوعي هذه المرحلة وبالبقوع مع الجماهير المنتفضة من أجل الوصول لحل سياسي لدولة مواطنة لدولة مؤسسات. والكل نصمم أنه لا يمكن أن يعود عن هذا الحراك المميز إلا بتحقيق الأهداف. عندما تحول المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات حزبية طلائعية شبيبية أعضاء عاملة نصيرية، عند ذاك يتدنى مستوى التعليم وتفشل العملية التربوية. من أجل إنجاحها لا بد من الوسائل والشعب والاعتناء بالطلاب والاعتناء بالمعلمين وكفايتهم اقتصاديا ليتفرغوا للعملية التعبوية، لا أن يفقدوا حريتهم ويفقدوا كرامتهم بالبحث عن وسائل أخرى لتأمين حياتهم. من أجل ذلك نريد دولة المستقبل، دولة قانون ودولة حريات، أن تعنى بهذا المجال، لأن المعلم هو أساس البناء. كل المواطنين وكل المجتمع يبنيه المعلم، كان طبيب أو مهندس أو بأي فئة كانت. فالمطلوب حماية المعلمين وأعطائهم حقهم بالكرامة والعيش الكريم. أنا لوان لأن يرحل هذا النظام بأبواقه ومنتهزيه ووصوليه، كي يترك هذا الشعب يعبر عن إرادته وحريته. هذا الشعب المنهك على مدار 50-60 سنة وهم يسرقون البلد ويبيعوها قطعة قطعة. نهوا ما يسمى بالتعليم الحقيقي، وأصبح التعليم لهم. الإنسان الفقير لا يستطيع أن يدخل أبنائه في المدارس الخاصة. المدارس الحكومية فرغت من شيء اسمه مدرسين حقيقيين، هذا بفضل هذه الرواتب الدنيئة التي لا تكفي المعلم لخمسة أيام من حياته. فكيف سيعطي هذا المعلم بعد أن ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أن يرحل هذا النظام ويترك هذا الشعب لتقرير مصيره. كفانا تآمر على هذا الشعب وعلى القضية الفلسطينية وعلى غيرها من القضايا العربية الحقيقية. كلمة الوحدة نهوها من قاموسهم، وكلمة الاشتراكية نهوها من قاموسهم. بقى في هذا النظام المنتفعين والوصوليين فقط. آن الأوان لأن يأتي شرفاء هذا القطر ويصيحون بملء أصواتهم نهائي كفانا ذل وإذلال في ظل هذا النظام. وشكرا.